طبعا تقريرنا الأخير في هذه الحلقة حول أكاديمية مهد الرياضية والتي تعتبر مشروع وطني متكامل، يعني يعتني بتأسيس جيل رياضي عبر اكتشاف المواهب وتطويرها وتدريبها من سن مبكرة في محاولة للوصول بهم نحو العالمية. نتابع. مرحبا بكم مشاهدي صدى ملاعب. اليوم احنا نتواجد في أكاديمية مهد الرياضية التي تستقطب المواهب من 6 إلى 13 سنة. ايش يعني بطل؟ يعني الاستمرار في محاولاتك والتغلب على لحظات الخوف والغضب والإحباط حتى تصل إلى هدفك، وحينما تحقق الهدف يكون شعورك هو رغبة بالمزيد. هذه الثقافة هي التي سنزرعها في عقول أبنائنا وبناتنا في أكاديمية مهد. ستكون أكاديمية مهد على مستوى لعبة كرة القدم، كونها الرياضة الشعبية الأولى، وكذلك الألعاب الفردية والجماعية المختلفة، كون المملكة تمتلك تنوع كبير في الرياضات التي يمارسها المواهب. حلا ورغد يحبون الكرة، يعني من تقريبا 4 أو 5 سنوات، وأنا شايفة هالشيء فيهم. يمكن أنا نميت هالشيء بحكم إني كنت أنا أعشق الكرة، يعني أنا أم وأحب الكرة. يعني شغل صراحة على أعلى مستوى، والحمد لله محظوظين الأولاد بالبرنامج هذا، وبرنامج حكومي واللي زادها ما شاء الله أهمية تحت إشراف الحكومة. مهد احترافية من سمو الأمير، أنا شاهدت سمو الأمير سلمت عليه قبل فترة هنا، هو بنفسه واقف في الملعب يتابع مهد. طبعا احنا طموحنا أن نروح الأولمبياد، وطموحنا أن هم الأولاد يروحوا ويروحوا على الانترناشنال ليفل، يعني من الورلد كاب، يعني احنا بنوصل للأهداف العالية. يعني وش رايك يا محسن؟ طيب الاكاديميه هنا حلوه، ابي اسجل فيها هنا. خلاص يعني تبغى تلعب؟ ايه والله المدربه تقول تلعب صانع لعب، وش رايك؟ ولا هجوم؟ هجوم. انا حلا الشدوخي، صف 5، عمري 11، احب مره 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 الكوره. ما شاء الله الملعب حلو، كل شيء حلو هنا. جيبكم يعني كل يوم؟ كل يوم. انا رغد الشدوخي، عمري 10 سنوات، واحب الكوره مره. مهنتي يوم كنت صغيرة أحب الكرة والسباحة. ها وش تلعب؟ وش قلتي عنا المركزة؟ هجوم. ها تلعب هجوم؟ أحب هجوم. شكرا صد الملاعب.